نور. أفراح القيامة، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور علي رضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي سبحانك ما أعظمك، سبحانك ربي سبحانك ما أكرمك، سبحانك ربي سبحانك ما أرحمك، ما أعدلك، ما أحلمك. وأصلي وأسلم على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أتحدث معكم استكمالا لحديثنا عن أفراح يوم القيامة، فقد أخبرتكم أن الله تبارك وتعالى حينما يجعل من الناس الحزن والهم يجعل أناسا في فرح ويزيل عنهم هذا الغم. حدثتكم في المشهد الأول من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو مشهد البعث، وكيف بعثت الخلائق في هول وفي فزع، وكيف يجعل الله للمؤمنين فرجا وفرحا في هذا الموقف، فالناس ترى أهوال والمؤمنون يرون الأفراح. ونرى أنه في هذا الموقف، وهو موقف من مواقف يوم القيامة في البعث، بعث الله الخلائق ووضحنا الهول ووضحنا الفرح. وفي المشهد الثاني وهو مشهد الحشر، حينما تحشر الخلائق والكل بجوار بعضه، تنقسم الناس فئتين، فئة في هول وفئة في فرح. وما نحدثكم عنه هو الفرح الذي غاب عن الكثير من العلماء أو قليل من العلماء أن يتحدث عنه، نبشر ونرغب فيه. ما هو الهول في أرض المحشر وما هو الفرح في أرض المحشر؟ اسمع يرحمك الله. الموقف الأول من مواقف الحشر، حينما تحشر الخلائق، شوف أرض المحشر، شوف الخلائق هيبقوا واقفين عاملين ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشر الخلائق يوم القيامة في أرض المحشر ثلاثة أصناف. ثلاث أصناف في أرض المحشر، هم نفس الناس بس على ثلاث هيئات. قال: صنف يمشي على رجليه راجلا مترجلا، وصنف راكبا. ايه ده، في ناس في أرض المحشر هتبقى راكبة؟ نعم. وصنف يمشي على وجهه، ده الهول اللي هنتكلم عليه. يبقى الصنف اللي احنا بنتكلم عنه في الهول صنف يمشي على وجهه. يعني ايه يمشي على وجهه؟ يحشر على وجهه. نعم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يمشي هؤلاء الناس على وجوههم يا رسول الله؟ هو في رجلين على الوجوه تمشي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أمشاهم في الدنيا على رجليهم، اللي مشاهم على أقدامهم في الدنيا، لقادر يوم القيامة أن يمشيهم على وجوههم. سلم يا رب. يبقى شوف الصنف ده ماشي ازاي، ماشي على وشه، وإيه تاني يا رب؟ وهذا الصنف يوم القيامة يمثله النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كأمثال الذر، زي النمل بيداس عليهم. شايفين الهول؟ طب والفرح بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفرح بقى المؤمنين ونقول المؤمنين فين بقى يوم القيامة؟ في أرض المحشر. في المشهد الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يمشي على رجلي مشيين، ومين اللي جنبيهم؟ الملائكة. ليه؟ عشان الملائكة في هذا المشهد وعاملين زي المرشد السياحي، لأن أرض المحشر محدش عارف فيها حاجة، أرض جديدة غير الأرض اللي احنا عايشين فيها، أرض بلا معالم، لا أنت شايف سماء ولا شايف شمس ولا شايف قمر، لأن كل ده خلص خلاص. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار.
فالأرض من غير معالم، عارف لما تكون رايح مكان صحرا كله ولا أنت شايف شمال من يمين ولا فوق من تحت، مش عارف، فمحتاج حد يدلك. فمن أول أفراح أرض المحشر إن الملائكة تيجي تستقبل المؤمنين ويمشوهم عشان يودوهم المكان اللي هيبقى فيه الحساب. ومن الناس ركبانا، وسيد الراقبين في هذا المشهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، يركبون دواب من دواب الآخرة في أرض المحشر. هول عظيم ومشهد كبير يتخيله الناس. خلاص هذا المشهد انتهى، وتبدأ بعد ذلك في أرض المحشر أهوال جديدة وأفراح جديدة. ما هذه الأهوال وما هذه الأفراح؟ اسمع هذا الهول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أرض المحشر تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، يعني تكون الشمس قريبة من رؤوس الناس. فالهول يأتي إزاي؟ المؤمنين في مكان والكافرين في مكان، الكافر يعرق عرق شديد حتى يلجمه العرق إلجاما، يعني يفضل يعرق لغاية ما العرق يلجمه يجي ياخد نفسه مش قادر يتحرك. طيب ما ده هول يا عم الشيخ، فين الفرح؟ بص الفرح بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تنظر الملائكة إلى المؤمنين فتأخذهم في مكان ظل، في مكان في ظل، أيوة في مظلة. إيه المظلة ديت؟ ما أنت قلت الأرض من غير معالم ولا في شمس ولا في ولا، هذه المظلة هي مظلة جميلة جعلها الله للمؤمنين، حيث قال الله تبارك وتعالى: هذا هو ظلي. مش احنا عارفين الحديث بتاع السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ ما فيش ظل في هذا المكان وفي هذا الوقت إلا ظل الله بس. تخيل بقى أنت ظل الله، إيه الظل؟ الظل بتاعت الله كأنه مكان، مكان مكيف، هينادي المؤمنين عشان يقعدوا في المكان اللي تحت الظل بتاع مين؟ بتاع ظل الرحمن، فلا يعرقون ولا يتحررون ولا يتضررون. يا له من فرح ويا له من موقف جميل جعله الله للمؤمنين. في اللقاء القادم إن شاء الله أتحدث معكم عن مشهد يزداد عجب ويزداد جمالا وتزداد زينة الفرح فيه. هذا المشهد هو مشهد أرض الحساب. وماذا يفعل الله في أرض الحساب؟ وماذا يفعل الله في هذا الموقف؟ وأول مشهد يحدث في أرض المحشر. أسأل الله القبول، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم، ودعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.